جل. منصورة منصورة بابا عمر شارعين ونص ولك لهوت كل لهوة داس على راس الخميني تبعك، داس على راس الخميني تبعك، وش قد ما عملتوا وحاويتوا تغربوا الشعب السوري تشيعوه او تساووا تشيعوه او تلحد فشرتوا في عينكم. ومكاتب المتعة اللي بسوريا هاي كلها جابتها ايران، والعائلة الصفوية اللي في سوريا هاي العائلة العلوية راح ندوس على راسكم وراح نشيلها ما نخلي ولا واحد. والنصر قريب جدا يا عرس، وراح نفوت على جنوب الضاحية اللبنانية ونطبق فتوى الخميني بحسن نصر الله وتسوي حسينة، حسينة رقم الفتوى 24 بصحر بصحر بصحيح يعقوب، راح نطبق هاي الفتوى فيه ونسوي لحسن نصر الله حسينة. يا جبناء جالبتوا انتوا ايران وحدك العرس، لا تشتم بالروم يا عرس، انت لا تشتم بالروم، هاي روم محترمي، وحدك العرس الادنى مهلك. والله لو طمرت مرة ثانية يا توتل في ادارتي بشوف البنص مضبوط. لا تفكرني شبيح، انت هنا في الروم تحترم ادارة الروم وتتركني انا ادير الروم، ما لك دخل. تفضل يا استار، وبازيدك دقيقتين، معاك 5 دقايق. تفضل. اسمع والله لا نخليكم تلطموا بالصرامي، بدنا نخليكم تلطموا بالصرامي، ولك اطفال من درعا سقطوا نظامك. بابا عمر ما بيجي 4 شوارع لك داس على راس نظامك. بشار الاسد صار يبعت بشرى يمين وجه حتى توسط بابا عمر، ولك بدنا ندوس على بس شغلة وقت، شغلة وقت. وهذا كل عم بصير الشعب السوري فقط عم ساوي، اجتمعوا الكلاب علينا، تكالبت الامم علينا، سواء من جنوب لبنان او من هذا المالكي الهالك هذا ابو النظارات ابن المتعة اللي كان يشتغل بالشام، وحتى قد ما ساووا مكاتب دعارة في الشام. هذا ايش اسمه مكاتب متعة، لك حتى العاهرات صاروا يشتكوا قلة الشغل. العمى في عيوكم ما اوسخكم، لك العمى في عيوكم ما اوسخكم، لك دين فاشل وبدكم تحتلوا بلاد الشام، فشلت في عيك. مشكلة وقت بس، شغلة وقت. والله راح نطلع على القصر الجمهوري ونساوي القصر العمري، وراح نفتح مدرسة محمد بن عبد الوهاب في أرداحة للتحفيز العلوم الإسلامية، وبدنا نسوي فوق قبر حافظ الأسد مبولة، أكبر مبولة على وجه الأرض الوطن العالم العربي، والبولة بالدنانير وبالريالات. ولحي احجوز منها الله يا توتلي، احجوز منها الله البولة على قبر ربك حافظ ب10 ورقات سورية. لحي يا كلب، لك انتو شو بكون لك جبل الزاوية 4 ضياع، 4 ضياع صلكن 7 شهور ما فتولو، 4 ضياع وبدون سلاح، بدون سلاح بالنقفة والحجر. العمى في قلبك شلون جيش فاشل؟ الاسرائيل طلعت حلقت فوق راسه لبشار اسد 4 مرات والكلب ما حكى ولا كلمة، ولك هذا الكلب هذا رئيس لقلة حياة، ولك هذا مسخرة. العمى في عيونكم ما اوقعكم، جايين عم تقوى على اطفال عزل، لك تفيه عليكم. طبعا انتو ربكم حسين قتلتو، فمو غريبة عليكم انكم تقتلوا الشعب السوري. ما فاضي حجي، الله يعطيك العافية. الله محيي بطن حملك، الله محيي بطنا اجندهم بيموت. دخل علي بارك الله ملك العود برايفت يقول لي انا بشتم وبسب وبلعن، اجندهم يا حم. دائما تعال تعال هنا وانا في ادارتي اقدمك واجلد كل يوم. تعال انا اقدمك بارك الله فيك واعطيك الحماية واحميك واجلد اجلد 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 حتى ما يبان لهم صعب. حياك الله يا أصيل الشمري من الطرف الشبيحة. تفضل معاك المايك، معاك 3 دقائق.